يلا رضعيه رضعيه يلا. اعمل لك ايه؟ اسكتي كده بعد ما سدرينيش. عارفه فول يا ام فتحي؟ حبيت فول زي اللوز. تسلم ايدك يا ام فتحي. يستاهلوا بقك. تعيشي. يا واد يا فتحي، شوف حساب عمك مجهولي كام يا واد. حاضر. صباح الخير يا مجهولي. مش كده يا واد. صباح الخير يا سليمان. 25 عيش بقوا 26. ما تلعبش يا واد. 20 و3 مليم. مضبوط يا عم مجهولي. ولما اكون جنيه حتى وانا ههرب يا ام فتحي. لا سمح الله. عملت ايه في حكايه السفر؟ والله يا ديني قدمت الطلب واتكلفت مصاريف ولا حد سال فيا. الرد هيوصل النهارده بكره يا مدبولي. وايه اللي مخليك متاكد كده؟ هو انا بلعب؟ تعالى هنا. انا عرفت انهم بعتوا لكل المتقدمين. يا راجل بلاش جهل، دول هياخدوا اللي هم عاوزينهم وبس. يا سلام، نفسي اسافر واشتغل في البحر. هتسافر وتلف الدنيا. الواد جابر مسافر ولف الدنيا ورجع اشترى قراطين في البلد. على الله يا رب. اعمل سندوتش ياما، خلينا الحق اروح المدرسه. من عيني يا حبيبي، من عيني. عايزك تتشطر يا فتحي وتاخد الشهاده عشان تساعدني. انا مش هستنى محمد. ليه بقى؟ بيعكس الناس طول ما احنا ماشيين في السكه وبيأخرني. معلش يا اخويا، دول جيراننا ومحمد زي اخوك برضه. انا اشطر منه في الفصل ياما. اسم الله عليك يا حبيبي. يلا الجدعن بقى عشان تفتح لنا قهوة في البر التاني. قهوة؟ وانا بروح المدرسة عشان افتح قهوة. امال هتفتح ايه؟ انا هطلع ظابط. ما شاء الله، الولا بقى في غاية ضمادة. عقبال ما تفرح بولادك يا سليمان. خد يا حبيبي. بقرش فول يا ام فتحي. انا عايز مليانة بيضة بس المقطعة دي. حاضر، لما يجي ابوك هخليه يجيب لك غير. هو بقى حلته حاجة. اخرس يا واد، امال عايزني انا اللي اجيبها لك؟ الفول. يا لهوي يا بنت، تعالي لما لملك شعر. يلا يا اولاد. خد خد، يلا يا اولاد خد خد، كل يلا كل. على مهلك يا واد، على مهلك. بابا عايز 50 قرش تمن الكتب. هما مش بيقولوا التعليم ببلاش؟ ايوه، لكن الكتب بفلوس. ده كل يوم والتاني 50 قرش 30 قرش. منين يا حاضر؟ يا اخويا خليه قاعد جنبك يساعدك في شغل الجنينه. انت عاوزاه يطلع جاهل؟ ما كفايه انا، لو كنت اعرف افك الخط ما كانش ده بقى حالي. خلص فطارك يا ابني عشان اروح معاك المدرسه. بتعمل ايه؟ خدتني، اوعى كده يا زينب. فين الشبشب اللي قلت لي عليه؟ الشبشب اللي في رجليا تهرى يا مدبولي. منين يا زينب؟ ما تكلم الباشا تاخد منه جنيه ولا اتنين سلاف وتبقى تسدهم على كام شهر. الباشا؟ انت بتحلمي؟ الباشا سلفنا انا؟ ما انت طول عمرك بتخدمه. اسكتي ياما اسكتي. يلا يا اولاد. لا، واحدة ليكي وواحدة لمحمد. تعالي هنا، بطلي العادة بتاعتك دي. ده انا اللي اسمي مراته، ما بحطش ايدي في جيبه. حتى لو حطيتي مش هتلاقي حاجة. يلا يا محمد. يا ست يا ست، ربنا يخليهولهم. يا مدبولي يا مدبولي. محمد افتح لعمك سليمان. يا مدبولي. ايوه يا سليمان. يا مدبولي. في ايه يا سليمان؟ ايدك على الحلاوه يا عم. قبلوا الطلب بتاعي. بتاعك وبتاعي. يعني هنسافر؟ نعمل الكشف الطبي، نتوكل على الله. يا ما انت كريم يا رب، انت تستاهل كوبايه شاي. اسمع بس. وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين. يا زين، انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. فين زينب يا عم؟ بتحمل بنتي فوق في السرايا. وما تستحماش هنا ليه؟ الصفيحه مخرومه وما فيش جاز. ايه بس اللي بيطلعها فوق؟ يا ابن البت بقى لها جمعه ما استحمتش. خليك بره يا مدبول، البت عريانه. ومال مش بنتي؟ عادي يابا. حاضر حاضر. يجازك يا مدبولي. على فكره يا زينب، قبلوا الطلب بتاعي والكشف الطبي بكره. مبروك
يا مدبولي. أنا جابة. الله يبارك فيك. وانت يا زينة مش هتستحمي انت كمان؟ مش لما اخلص من بنتك الأول. مدبولي اخرج وقف الباب البيت تحت استهوى. حاضر حاضر. طب سالي شوية يا أم. بكرة ابوك يسافر ويجيب لك الذهب. تعال استني لما اشبكها. مبسوطة؟ استني يا بنت. قلبت دماغنا يا ابني بالبتاعة دي. قلت لك هات له عود. واحنا لاقيين ناكل عشان اجيب لك عود. نادرا عليك لما تسافر تجيب له عود. حاضر. حمام الهنا يا زينب. يا راجل اختشي. الواد ده بقاله جمعة ما استحماش. وانت سالة فيا. كده اهو. طب يلا فزه قدامي على فوق وانا طالع احميه. ها يطلع فوق فين يا زينة؟ انا مش عاوزك تطلع تحمي تاني في السراي. ليه؟ هو احنا كنا هنوسخه ولا هنوسخه؟ قول مين قال لك على الكشف بكره؟ سليمان والنبي ربنا يعوض صبرنا خير. ابا ابا نعمين يا سي محمد. لو سافرت هتبقى تجيب لي عود معاه؟ حاضر يا سي عبده يا حمولي. خلاص يا اخويا بقيت الاتي. وانا عايز عروس تاني في السراي. من عينيا واكبر من اللي في السراي. ادرسي قاعد يا واد امه انت بقيت زي هاتي السلسلة. سيبيني لابسها شوية ياما. يا بنت دي فضة وهي اللي حيلتي. هات سيبيها لابسها شوية يا زينب. لما تسافر بقى اجيب لها واحدة. حاضر وهجيب لها احسن منها كمان. وحياتك اللي اجيب لك احسن منها. بس ما تزعليش نفسك. اوعي تقولي لامك. وحسين هتجيب له ايه؟ قول يا جمال بيت معايا. بكره يكبر ويروح المدرسة يبقى اشطر منك كمان. مش كده حسونه؟ وانت يا ست الكل عاوزه ايه؟ انا عايزه ربنا يفتحها في وشك يا ابني. واني يعني ما قلتليش هتجيب لي ايه؟ ولا انا يعني مش على البال؟ انت الخير والبركه يا زينب. ريحتك مسك. ايوه كان عندي شويه ترابة حلبيه استحميت بيه. ليلتنا انس. يا راجل امك جوه. سامحتي. طب استنى لما العيال ينام. انا حنيمهم. طب هو العيال ناموا. ايوه بتسأل ليه؟ يعني ما انتش عارفه يا زينب. طب اوعى انت احكي لي. يا راجل اصبر شويه العيال لسه عينيهم مغمضه لحسن يصحوا. صبرت كتير. يخرب بيتك. الخمسين قرش اللي احسن مدرس يطلع له من الفصل. وده وقت الخمسين قرش؟ ما انا بصحى الصبح ما بلاقكش. لا هتلاقيني يعني هروح فين؟ روح نام. استني شوية. استني يا راجل مش كده. 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 يا الراجل بره. الله ينكد عليك. قوم يا مدبولي الراجل بره. اوعي تنام انا جاي. لا مش هنام. اجي اساعدك. اوعي تتحركي من هنا. انا جاي. حاضر. يا صلاه الدنيا افتح يا سمسم. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم. افتح يا سمسم.
انت جايبني هنا علشان ننبسط ولا عشان تعكنن علينا؟ حكايتك بالظبط؟ ابعد عنها يا ثروت. اما عجيبه بقى تسيب الحمار ده يرقص معاها وانا لا؟ الله، وايه لازمته الكلام ده بس يا ثروت؟ انا فاهمك كويس قوي، بلاش نخسر بعض، انت فاهم؟ يعني ايه انت اشتريتها يا اخي؟ بس يا ثروت انت في بيته كده. طب يلا بينا يا نجوى. نجوى مش خارجه من هنا. هتخرج غصب عنك. بقول لك مش خارجه من هنا. يا جماعه انتوا هتبطلوا خناق مع بعض ولا امشي؟ خلاص بقى يا ثروت، عيب يا محسن. طيب يا محسن، الايام جايه بكره تندم. اما نشوف مين فينا اللي هيندم. يلا بينا يا جماعه ندخل جوه، الدنيا بردت هنا شويه. يا كتاكيت يا ما انت سامعه وشايف وساكت. صباح الخير ياما. يسعد صباحك يا بنتي. هدوا حيلي، الله يهد حيلهم، تبقى الجنينه زي الفل، يجوا يسيبوها كلها زبال. معلش يا بنتي، هنعمل ايه؟ بيتهم ومحورين فيه. هو مدبولي لسه نايم. سيبيه ينام شويه، ده راجع وش الفجر. اسيبه ازاي ياما؟ ما تروح عليه نومه النهارده بكاش. يا راجل قوم النهارده الكاش. هو يا اخويا ده مفيش صباح الخير؟ اوعى تكون زعلان علشان نمت قبل ما ترجع. انا ما بقتش طايق العيشه دي، فقر ومستحملين جوع، واديني بقرص على بطني، لكن حصلت المسخره. مسخره ايه يا مدبولي؟ يرقصوني ويضحكوا عليا. يا راجل انبسط وفرفش، حد واخد منها حاجه؟ قوم اغسل وشك وغير هدوم، قوم، والنبي بكره تفرق وتسافر وتكسب ويبقى الحال معدن. سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. البول 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 يا بيه. اصبر شوية. حاضر. البول البول واخدة ورايحة على فين يا ست؟ استنى هناك شوية. حاضر. خدوا البول. دلوقتي يعرف النتيجة. بس أنا خايف يلخبطوا البول مع بعض. انت كمان مستني النتيجة؟ يعني خدوا منك البول؟ لا، خدوا دمي. يا نهار اسود، هما بياخدوا دم الواحد كمان؟ ان شاء الله ياخدوا روحي بس ننجح. الله، هو زعل ليه؟ ولا يكون عندك فهم يا ابني، ان الله على كل شيء قدير. يلا يا رجاله كلنا نقف صف واحد هنا. يلا شويه كلنا هنا شويه. خدوا البول دلوقتي. حمدى اسماء اللي نجح في الكشف الطبي، اللي يسمع اسمه يتقدم خطوه قدام. انت سمعت اسمك؟ لا. ارجع ورا. طول بالك يا مدبولي. عبد الرحمن حسن. ايوه. محمد سالم هو ايه؟ فندم. محمد عبد الغني. انا. خليل دياب. فندم. ابراهيم عبد الصمد. فندم. سيد عبد الله. جورج كلاداتس. ايوه. مدبولي عبد ربه. ايوه. انت اسمك مدبولي عبد ربه؟ لا، مدبولي عبد الستار. طول بالك شويه مدبولي. طب استنى ورا شويه. كلها مدبولي. ودلوقتي اللي ما سمعش اسمه يبقى سقط في الكشف الطبي. من فضلك يا باشا تمرجي، انا ما سمعتش اسمي. يبقى سقطت في الكشف. ليه؟ عندك بالهرسه. بالهرسه؟
عواف يا ام. اتاخرت ليه يا ابني؟ شغلتني عليه. خير يا مدبول؟ سقطوني في الكشف. يا لهوي، ليه كفل الشر؟ بالهرسية. بالهرسية؟ طب وايه يعني؟ ما كل البلد عندها بالهرسية. طب معلش، ما تزعلش نفسك. يلا قوم ومسق الجنين. لحسن الباشا فات بالعربية وقال ان الجنين عايزة مراعية. مراعية يا اكتر من كده؟ انا حوصل لما فتحي ياخد كوباية شاي اعدل بيها دماغي. يا دي الحظ يا ربي. بيفرق شربات لكل اهل الحتة. مبروك. بكرة تتعدل يا مدبولي. ايوه. انا عارفة البلهارسة دي جاتلك منين. جاية معايا من البلد. كنت غمست التمرج بقرشين ولا شفت لك واسطة؟ اسمع، ما تكلم الباشا، اديك طول عمرك بتخدمه. الباشا؟ ده لو رفع سماعة التلفون وكلم الدكتور، البلهارسة اللي عندك دي هتروح على طول. ايوه والله يا ام فتحي، كل شيء ماشي بالوسط. صباح الخير يا مدبولي. انت جاي لوحدك؟ وانت مالك انت؟ ايوه صحيح، انا مالي. الهانم عايزه ديكين رومي، 10 تجواز فراخ، 20 جوز حمام. لازم عندهم عزومه. عزومه مش عزومه، مش شغل كده. ايوه صحيح، مش شغل. انت انزل انت ما تدوناش في ده. يا انزل يا ولد يا ولد. ايه يا مدبول؟ عاوزين ديكين رومي و10 تجواز فراخ و20 جوز حمام. يا سيد يا بهدوي، هياكلوا كل دي؟ لازم عندهم عزومه. عزومه مش عزومه، مش شغل. ايه؟ ايوه صحيح، مش شغل. ايه خد، خد نوال. ممكن يا سكرك يا سفندي اركب معاك؟ تركب معايا تروح فين؟ اقابل الباشا. انت مجنون؟ طب اركب ورا مع الفراخ. انزل يا مدبولي، انزل. اذا كان على هدومي ممكن اغيرها. في الباب يا مدبولي. حاضر حاضر حاضر. في حاجة ناقصة يا وسطى؟ برافو، شد حيلك. استهانم يا استهانم. مدبولي انت هنا؟ في حاجة؟ خدامك عاوز خدمة بسيطة من سعادة الباشا. ايه ده؟ مال الفراخ صغيرة كده؟ انت بتأكلهمش؟ دول بدارة يا استهانم. اديله 25 قرش يا وسطى. يا استهانم. ايه تاني؟ كنت عاوز الباشا يتوسط لي. يتوسط لك فين؟ يكلم الدكتور يشيل حكاية البلهرسي. يشيلها لك ازاي اذا كانت عندك؟ ودي جات لك منين دي؟ من الفقر يا استهانم. يلا يلا بلاش كلام فارغ، روح القصر العيني تعالج. شاهل شوية يا وسطى. حاضر يا استهانم. يا استهانم. ايه تاني؟ انا خايف المركب تسيبني وتسافر. سفر ايه يا راجل يا مجنون انت؟ حد يسيب مراته وعياله ويسافر؟ اكل العيش. وانت هنا ما بتاكلش عيش؟ لا يا فندم، باكل باكل. بس العيال كبروا ومصاريفهم كترت. يلا يلا يلا، روح شوف شغلك. اديله 25 قرش يا وسطى. خد يا مدبول. مش عاوز. محسن. اهلا يا ماما. يعني مش ممكن تأجل الصيد الجمعه دي؟ ما اقدرش يا ماما، خلاص اتفقت مع اصحابي. كنت عايزك تسهر معانا، انت عارف المناسبه. كل سنه وانت طيبه. بابا طيب وعقبال 100 سنه.
خد بالك من نفسك. هجيب لك 100 بطة على العشاء. بتعملي ايه؟ ايوه كده اهو. انا بحبك. بحبك. احسن مني بكتير. احسن مني بكتير. هيترمي في السجن ده اذا رافوا بحاله وما خدش اعدام كمان. يا عبد العظيم انا ابني مش ممكن يتسجن. مفيش حاجه اسمها مش ممكن، في حاجه اسمها قانون. يا بابا ارجوك اديني فرصه اشرح لحضرتك. اخرس يا بابا، لازم تعرف السبب. السبب انك ولد صايع. يعني عايزني ادخل السجن؟ انت عايز تقتل الناس وما تاخدش جزاك؟ غصب عني يا بابا، غصب عني. ثروت ده صاحبي، صاحبي. انا ما كنتش معايا يا بابا، ما كنتش معايا، ما كنتش معايا. بقول الكلام ده في التحقيق، وما تنساش تقول لهم كمان انك ما بتفوقش من الخمره. كفايه يا عبد العظيم، كفايه. حرام عليك، انت ناسي انه ابنك. يا عبد العظيم اعمل له ترتيب عشان يسافر بسرعه. ده تصرف مش سليم. لو سلم نفسه واعترف يمكن يخففوا عنه الحكم، مش يهرب. لا 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 يمكن اسلم نفسي. انا هروح اجيب الباسبور بتاعي يا ماما. استنى هنا. ماما، مش عيب على واحد في سنك عاوز ماما تساعده؟ اعمل ايه؟ مدام حضرتك مش عايز تساعدني. اساعدك ازاي؟ اهربك من البلد؟ هي دي المساعدة؟ يا بابا انا لازم اهرب. وهتفضل طول عمرك هربان؟ امال اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ماما؟ اعمل ايه يا ماما؟ اعمل ايه؟ يا بابا مش وقت عتاب، مش وقت عتاب دلوقتي. الوقت له تمن. الوقت دلوقتي بس عرفت ان الوقت له تمن؟ كنت اعمل حساب الساعة دي من زمان. شايفة يا ماما؟ شايفة؟ بيتكلم كأنه هو عاوز يدخلني السجن. تفتكر ان في اب يتمنى لابنه النهاية دي؟ لكن ايه اللي في ايدي اعمله؟ ايدك انك تساعدني يا بابا، ساعدني. أرجوك ساعدني يا بابا، أرجوك، أرجوك ساعدني. عارف لو ما ساعدتنيش أنا هموت نفسي قبل ما يقبضوا عليا. قلت لك كفاية، الولد مش مستحمل، ارحمه. اطلبي له الرحمة من ربنا. حد شافك وأنت بتضربه؟ البنت اللي كانت معاكم ممكن تتكلم. خلاص اكلم المحامي يشوف له اي حل. المحامي يفهم في القانون احسن مني ومنك. ما دام ما حدش شافه وهو بيضربه مش ممكن يدخل السجن. اشوف اي حد من الخدامين يدخل بداله. انت بتخرفي. انا مش بخرف. اي بهيم من بهايم العزبه يعترف ان هو القاتل. ممكن يا بابا؟ ما تسالنيش انا، اسال امك. ممكن يا ماما؟ ممكن في حد يدخل السجن بدالي؟ ايوه مدبولي،
اهلا اهلا اهلا. صباح الخير يا جوز افندي. عاوز حاجه؟ لا، الباشا عاوزك. عاوزني انا شخصيا؟ طب اتفضل حضرتك وانا احصلك. تعالى اركب. اركب فين يا جدع؟ اركب ما تعطلنيش. حاضر حاضر حاضر. بعدين حد يشوفني راكب مع حضرتك. بقول لك ما تعطلنيش، الباشا عاوزك بسرعه. لازم ست هانم كلمته عشان يتوسط لي. يا زينب يا زينب. زينب. ايوه زينب. الباشا بعت لي العربيه، عاوزني انا شخصيا هركب العربيه جنب جرجس افندي. يا لهوي تعال، هتروح كده بهدومك؟ بقول لك ما تعطلنيش الباشا. ايوه ايوه جرجس افندي. ادخل يا مجبول. اقفل الباب يا خلف. اقعد. لا 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 لا، قوم على الارض. اقعد على الكرسي. العفو يا سعاده الباشا. اقعد. زي احوالك يا مدبولي. والله احوالي ما تصرش يا سعاده الباشا. الشغل اللي كنت مقدم عليها ما تمتش، لكن ان شاء الله هتتم ببركه سعادتك. الهانم قالت على موضوعك. انا قلت كده برضو، ربنا يطول في عمرها. انت عارف ان الشغله دي فيها سفر؟ عارف يا سعاده الباشا. وان مده السفر هتطول؟ اكل العيش عاوز كده. تفتكر هيدوك كام في الشغله دي يا مدبولي؟ 20 جنيه في الشهر غير الاكل والشرب، يعني اقدر اوفرهم كلهم للعيال. انا هحقق لك كل طلباتك وزياده كمان. الله يخليك يا سعاده الباشا. قالوا لي بس سعادتك ترفع سماعه التليفون للدكتور كل شيء ينتهي، والواحد يشوف الدنيا كمان. انا هعمل لك كل اللي انت عايزه وزياده من غير ما تسافر. ازاي يا سعاده الباشا؟ هتزود معيتي؟ اسمع يا مدبولي. افندم استنانا. محسن في ورطة، ومفيش حد غيرك يقدر يساعدنا عشان نخلصه منها. ده انا خدامكم ولحم اكتافي من خيركم. يعني لو طلبت منك طلب تنفذه؟ ده انت تؤمر يا سعادة الباشا. باختصار، محسن قتل واحد غصب عنه. يا ساتر. ولو محسن دخل السجن يمكن اموت بسببه. الف بعد الشر عليك يا استهانم. المسألة عايزة شوية تضحية بسيطة منك. ازاي؟ ايه اللي اقدر اقوم بيه يا سعادة الباشا؟ رقبتي فدا محسن بيه. تقول انك انت اللي قتلته. أنا اللي قتلته في حال الدفاع عن النفس. وتأكد إنك مش هتاخد أكتر من 3 سنين، وكأنك مسافر بالظبط. وهنجيب لك أكبر محامين في البلد يدافعوا عنك، ويمكن تاخد براءة. والعشرين جنيه اللي كنت عايز تحوشهم للأولاد هيبقوا 30، ويندفعهم أول كل شهر. الله يخليك يا سعادة الباشا. اعفيني أنا من الشغلانة دي. الناس تقول عليا ايه؟ قتل قتلة. محدش هيحس بحاجة. ولما يسألوا عليا؟ مسافر في البحر. قلت ايه؟ لا، شوف حد غير. انا صاحب عيال. عمري دخلت محكمة ولا السجن ولا كراكول حتى. انا مش قلت لك انه ده جنس نمرود؟ ليه بس يا استهانم؟ الباشا يطلب منك طلب، تقول له لا؟ انا خدامك يا استهانم وخدام الباشا. بس اللي تطلبه مني ده كتير عليا. اجيب لي مصيبه. يا راجل انت، انت مش كنت عايز تسافر عشان تشتغل وتكسب فلوس؟ اكسب يا مراجبيني. يعني الباشا يطلب منك طلب وترفضه؟ مدبولي، إذا كنت عايز تساعدني وتسعد أولادك اقبل، ما تخافش. السفر مفيش منه فايدة، ومهما تشتغل بره مش هتكسب أكتر من اللي هدفعهولك. أولادك هيكونوا تحت رعايتي زي أولادي تمام. أنت هتنقذ ابني، وأنا مش هنسالك دي أبدا. قلت ايه يا مدبولي؟ قلت ايه يا مدبولي؟
انت بتعيط يا مدبولي؟ من الفرحه يا زينب. الباشا توسط لك؟ ايوه. واحد سافر؟ ايوه. في ايه ياما؟ تعالوا يا ولاد. في ايه ياما؟ تعالوا يا واد، ابوكوا هيسافر. زغراتي ياما، زغراتي مدبولي هيسافر وهيشوف الدنيا. يا الف نهار ابيض يا ابني، دول بيقولوا الحاجات بتاعت بره بترد الروح. يا الف نهار ابيض يا ابني. مالك يا ابني خايف من السفر كده ليه؟ ما بلاش تسافر يا مدبول. اديتهم كلمه. اذا كان على مراتك وعيالك طول ما انت غايب بس عيني كل يا فلوس. وريني وريني وريني. اهدوا يا مدبول. وريني التمن. تمن؟ ربنا يفتحها في وشك يا ابني. يا لهوي. تعال يا هاني. ولا تعال. 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 ماليش. تكونش خايف من السفر؟ انا مش مسافر يا زينب. مش مسافر؟ امال رايح فين يا مدبولي؟ انا رايح السجن. يا ندمتي، سجن ليه؟ سرقت حاجه؟ انا سرق يا زينب. امال هتتسجن ليه؟ بدل محسن بيه. يا راجل فسر لي كلامك. انا مش كنت هغيب في السفر 3 سنين، كاني كنت مسافر. انت جرى لعقلك حاجه؟ هدخل السجن بدل محسن بيه. قتل قتيل وهيدخلوه السجن. ما يدخل يا روح في داهي. واحنا مالني؟ الباشا عاوز ندخل بداله. ترمي روحك في السجن 3 سنين عشان الباشا قال لك كده؟ هيدوني فلوس اكتر من اللي كنت هكسبه وانا مسافر. لا لا، انت جننت يا جرى عقلك حاجه. ده ما بدهاش. انا هروح اقول لامك. يا لهوي يا امك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ابو سيدك اسكتي. اوعك انت كلها بتقع ولا تعملش حمله دي. افهمين يا سيدك، دول حدونا فلوس. جبت فلوس الزهاري ده معاكم بس. احنا مش عايزين فلوس. تبيع نفسك عشان الفلوس يا راجل. ما توديناش في داهيه. انت اللي سيدي هتموتوا بسرعه. والفلوس اللي هناخدها تجيبي الولاد كل اللي نفسهم فيه. العيال هم لعب ولا عاشوا كمان. هيعيشوا ازاي من بعدك؟ لا 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 يا مدبولي، انت ما سبناش. ده حتى حرام عليك. معلش معلش. احنا ولايا ما لناش حد في الدنيا غيرك. يا زينب اسكتي لحسن امي تلحظ حاجه. يا حرام. واحد تاني كيف اسمه كلمه نروح كلنا في داهيه. داهيه اكتر من كده. بس حطيت كيس اكتوب. محسن هو اللي حرضك تقتل ثروت؟ لا. امال ايه اللي خلاك تقتله؟ شفت ثروت بيه نازل ضرب في محسن بيه، حاولت امنعه ما قدرتش. وانت عارف الواحد ساعه غضبه ما بيبقاش واعي. وقتلته ازاي؟ خدت البندقيه وضربته وانا مش واعي انا كمان. والبندقيه كانت معاك ولا مع محسن؟ لا معايا ولا معاه، كانت واقعه على الارض. اه كانت واقعه من محسن بيه وهو بيتخانق. محسن قال لك تناولها له؟ لا. محسن قال لك اضرب ثروت؟ لا. كان في حد موجود ساعه الحادث؟ لا. ولما هربت انت ومحسن حد شافكم؟ لا. هو كل حاجه لا 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 لا. نقول ايوه بالعافيه يا بيه. طب ايه اللي خلاك تسلم نفسك؟ علشان ترقفوا بحالي يا بيه. انت عارف عقوبه جريمه القتل ايه؟ انا راجل جاهل، ما اعرفش ان بندقيه الرش بتقتل. انا اعرف انها تقتل عصافير بط، انما تقتل بني ادمين؟ يعني انت مصمم على انك انت اللي قتلت ثروت؟ ايوه. خدوا يا عسكري، اقفل المحضر واقفل المحضر في تاريخه حيث كانت الساعه 7.
تقولش. اطمني يا زينب. عملت ايه؟ لسه تحت التحقيق. وقلت لهم ايه؟ خلي بالك انت من نفسي، خلي بالك انت من نفسك والولاد. خلي بالي يا ام ست يالي، خلي بالي ازاي يا خرابي. كنت فين يا زينب؟ شغلتيني عليكي زينب. كنت ببيت الباشا. الباشا ربنا يخليه ويطول عمره، ده من شويه بس بعت السواق وباح شويه حاجات للعيال، وبيقول ابوهم بعته لهم، لكن بس على ايه المصاريف دي كلها؟ اما اما شوفي عروسه ابويا جمالي. اما تحب تسمعي ايه يا ولاد؟ مش عايز اسمع حاجه، روحوا العبوا بره بره. خدي خدي يا زينب نفستيني، خدي الفلوس دي بعتهم لك مدبولي. طب خليهم معاك يا امه. مالك يا زينب؟ مالك؟ ما فيش، تعبانه شوي. انت لسه لحقتي؟ امال لما يغيب سنه ولا اتنين هتعملي ايه؟ واغسلي وشك وادعي له ربنا يرجعه بالسلامه. هات الشنط يا عزيزي. حاضر يا بيه. محسن بيه، الست الوالده بتقول لحضرتك خد معاك هدوم تقيله. طيب هات الشنط. حاضر. الشنط يا عزيز. حاضر يا فندم. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم مدبولي عبد الستار بالأشغال الشاقة المؤبدة. وطي صوتك لحد يسمعك. ابوس رجلك يا ست هانم، ابوس رجلك. حرام تقدم ولاده، حرام عليكوا يا ست هانم. يعني هم ولاده كانوا عايشين وهو معاهم؟ قومي، قلتلك قومي قومي. حاضر. اكتمي بقك وانسي الموضوع ده خالص. انسى؟ انسى ازاي؟ انسى ان جوزي ابو ولادي في السجن مظلوم؟ قلتلك وطي صوتك لحد يسمعك. امشي من هنا. حاضر، أنا ماشية ماشية. شوف لي صرفة، البلد فيها حكومي. تعالي هنا. هتقولي ايه للحكومة؟ جوزك اعترف وخد حبه. تعرفي لو فتحتي بقك بكلمة واحدة هدخلك السجن معاه، انت فاهمة؟ يا ريت يا ريت ياخدوا روحي بس يطلع من السجن. ده كان راجل طيب معايا. حرام عليكم. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، ابوس ايدك يا سعادة الباشا، ابوس ايدك. يرضيك كده يا سعادة الباشا، يرضيك كده. خدامك مدبول ترميه في السجن وعياله يتشتموه هو على وش الدنيا. انا قلت لك سدي بقك وقتي حسك. حرام عليكم، حرام عليكم. هتروحوا من ربنا فين؟ مؤبد مؤبد. انتوا مش فاهمتوه من 3 سنين بس.
طمني، المحامي هيقدم نقد. ايوه كده طمني. الحكم لازم يتخفف. ربنا يطمن قلبك. بس انت اهدي كده وخدي بالك من العيال، واي حاجه تطلبوها انا تحت امركم. انا مش ممكن انسى جميل مدبولي. يعني الحكم دي مش هيتربط على كده؟ لا مش هيتربط على كده ولا حاجه. يا رب يريح قلبك، ربنا يطمن قلبك. نقد ربنا يطمن قلبك يا سعاده الباشا، ربنا يطمن قلبك، ربنا يطمن قلبك. هتفضل متسمر كده؟ هما هيسمحوا لنا بالزياره امتى؟ بعد شهرين من صدور الحكم. يا دي فاتت جمعه بالعافيه. هتعمل ايه الزياره؟ هي بتجدد المواد. الجواب كفايه وهو بيقوم بالمطلوب. ممكن تكتب لي جواب؟ ممكن قوي. عاوز تكتبه لمين؟ زينب مراتي. شيل الله يا ام هاشم. العين نابو. ايوه بتسال ليه؟ يا انا ما كنتش عارفه يا زينب. طب اوعى تحكي. ما تمليني. خلي بالك من العيال يا زينب. ابي العزيز السلام عليك يا والدي، انت وحشتني قوي، وكل من عندنا بيسلم عليك وشكرا على قومي يا بنتي، قومي وشد حيلك. كفايه والنبي يا اما مش قادر. وسعاد فرحانه بالعروسه اللي بعتها لها، ونحن بخي يا والدي ما عدا امي. لا اشطب دي، مش هقول ان انا نجحت انا وسعاد. ايوه ونجحت انا وسعاد، ولازم تبعت لنا الحلاوة. حلاوة ايه بس يا ابني؟ سيبه في حاله، هات الجواب. هات. طب ملينا العنوان. هات. هيروح ازاي من غير عنوان؟ يا واد اسكت بقى، في واحد مسافر هياخده معاه. قوم العب انت واخد. قوموا. ونحن بخير يا والدي ما عدا امي. وبعدين مشطوبه لازم عيانه مسكينه زينب، هي الوحيده اللي عارفه مصيبتي. وقد نجحت انا وسعاد، ولازم تبعت لنا الحلاوه ابنك محمد. ممكن اطلب منك طلب؟ اقراه لك تاني؟ لا تكتب لي جواب. وعلى ايه؟ كلها يومين ويقولك زياره. ازيك يا زينب؟ وازاي العيال؟ ازاي امي؟ ازيك يا حسين؟ ايه اللي عملته في نفسك ده يا مدبولي؟ كان مالنا ومال المصيبة دي؟ ان شاء الله سليمة يا زينب، المحامي قال انه هيستأنف الحكم. ايوه البي اكد عليا، بس انا خايفة يا مدبولي. ربنا يستر يا زينب. ازاي امي؟ بخير، كلنا بخير، بس شوف نفسك انت. اوعى تقولي لها يا زينب لا تموت فيها. انا اللي هموت من اللي كاتمه في نفسي، ربنا ينتقم منهم. هو البيبي بعت لكم فلوس؟ بيبعت. احنا عايزينك، مش عايزين فلوس. لا خدوا كل اللي انتوا عاوزينه. هو انا ضحيت بنفسي عشان مين؟ مش عشانكم يا حبيبي، عايزينك ترجع لنا بسرعة، عايزينك وسط ولادك. وبعدين معاك يا زينب، أنا مستني عشان تيجي تصبريني بكلمتين.
تقومي تعيطي. ربنا يصبرك ويعيني يا مدبولي، كان مستخبي لنا فين ده كله. الزيارة انتهت. مع السلامة يا زينب. مع السلامة. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من عيالك. مع السلامة يا زينب. مع السلامة يا مدبولي. يا زينب، ها سألت في البوسطة جت جوابات من مدبولي. ايوه لسه موصلتش. كنت عاوزة اطمن، وصل الجواب اللي فيه سلامي ولا لسه ما وصلوش؟ تعال تعال يا حبيبي تعال. مالك يا زينب، مالك اتدهولتي كده ليه؟ قومي يا بنتي حمل عيال واستحم انت كمان. اوه الصباح رباح. طب انا هروح احضر لك لقمه. اوه ماليش نفس. البحر بيضحك لي وانا بتجلى عامله الهنا. اضربها بنت الكلب دي. كمال كمال، ده حته بنت تضايقنا بالطريقه دي. بقى يا جماعه اما تحبوا تسهروني تبوا تيجوا تسهروني في بيتنا. عم اطلع بينا نصرف في حته تانيه. هوا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى يا واد. فين امي؟ بتستحمى يا واد فوق بالسرايا هي واختك سعاد. ليه ابويا جاي؟ ايوه ان شاء الله جاي، ربنا ما يحرمكوش منه. وبطلع فوق استحمى انت راخر. عايزين استحمى مع الحريم؟ يا واد يا واد انت مجعوص كده ليه يا واد؟ قوم. عايز اكل من عينيا. من عينيا من عينيا. خد 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 يا واد، امسك اخوك اما اقوم اجيب لك. امسك يا واد، سمي بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين بقى يا بنت سيبيني ادعك جدتك كويس. هو فين الصابون دي؟ Yeah!
تخافيش يا بنتي، محدش هنا هيضربك. ايه اللي طلعك فوق في السرايا انت وامك؟ كانت متعوده تستحمى فوق يا بنتي. انا عايزه هي اللي ترد عليا. وهي الطفله الصغيره دي هتعرف ترد عليك يا بيه؟ وما بتستحماش في بيتها ليه؟ وفيها ايه يا بيه لما تستحمى فوق؟ السرايا دايما فاضيه، والبيت عمره ما جه الصبحيه ابدا. انا عارفه ايه اللي كان جابه السعاده. والله بيتي وانا حر فيه، وكانت النتيجه اني اكتشفت سرة الفلوس. يا بيه حرام عليك، احنا طول عمرنا خدامينكم، مفيش حاجه راحت ابدا. اشمعنى المره دي؟ الطب الشرعي اثبت انها انتحرت، قطعت شرايينها بالمرايه. تقدري تقولي لي ليه عملت كده؟ بنت الله يا بيه، حضرتك يا زينب. لازم خافت اني ابلغ عن سرقة الفلوس. وحضرتك واجهتها بواقعة السرقة دي؟ ايوه. وليه ما بلغتش البوليس؟ والله بابا قال بلاش فضايح، كفاية ان احنا هنطردهم من البيت. البنت قالت ان انت ضربت امها، ايه حكاية الضرب دي؟ انا زقتها بعيد عني وهي بتحاول تترجاني ان اسامحها، فوقعت على الارض. كداب يا كداب، ربنا يعطيك النار يا كداب عشان انت ضربت ماما. نأمر باستدعاء عبد العظيم باشا علي للادلاء بالشهادة والافراج عن محسن بيه علي بكفالة 100 جنيه. مع السلامة يا محسن. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونعم بالله. مدبولي مدبولي، انت رحت فين؟ 5 سنين يا عبد السميع، 5 سنين لا جواب ولا زيارة. العلم عند الله. أنا فين؟ في الجنة ونعيمها. أنا حنام هنا 5 سنين؟ بكرة تاخد وتتعود. أنتوا واخدين على كده؟ أنا مش مسجون. أنا عمري ما دخلت مكان زي ده. الحبس ياما فيه مظاليم. إيه ده؟ مغراب غراب؟ فاكرني مغفل؟ ده غراب. أنا هنا؟ انا مهندس. عارف يعني ايه مهندس؟ دي عصفورة. ما انت عارف انها عصفورة، تسألني ليه؟ بسألك ايه اللي رماها هنا؟ حظها الاسود. لازم تدفعوا لها التمن. ضحكوا عليكي وقالوا لك هتاخدي سنة ولا اتنين وتخرجي. وحياتك هتخلي مؤبد. يا جهل. تاكل؟ ماليش نفس. ما هو ان ما اكلتش هتموت من الجوع. اموت احسن. كان غيرك اشطر. انا مهندس. مهندس فاهم يعني ايه مهندس؟ ايه ده؟ مهندس ولا صنايعي؟ كله هنا واحد. اقول لك مهندس تقول لي كله هنا واحد.
أيوم إسماعيل. أفندم. تمام همام. أفندم. مع السلامة عمام. أحمد سيد بدوي. أفندم. سيد البرنس. أفندم. مع السلامة يا باشمهندس. شد حيلك يا مدبولي، كلها كم شهر وتطلع. سيد البرنس. لحظة واحدة من فضلك، أنت طبعا معاك العنوان، تجي لي على طول. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. آخر مرة أجي عندكم هنا، أنا إذنك. لا مؤاخذة، فين المتر؟ فين المتر بتاعي؟ متر يا جدعان. أنت أنا باشمهندس، فين المتر بتاعي؟ روح اسأل عليه في الأمانات، يلا يلا ما تعطلناش. محمد سيد عبد الله. أفندم. صلاح حسن حسين. أفندم. مدبولي عبد الستار حسن. مع السلامة يا مدبولي. مع السلامة. كل حاجتك وفلوسك تستلمها من أماناتي يا عم مدبولي. مع السلامة. علي أحمد مصطفى. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. اشرب المتلك. اشرب المتلك. انت متأكد ان العمارة دي مكان السرايا اللي كانت هنا؟ بيقولوا اللي كان هنا في سرايا، بس الكلام ده من زمان. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. ام فتحي، كان في واحدة ست هنا بتبيع فول اسمها ام فتحي. هو في حد ما يعرفش ام فتحي؟ عقبال عندنا، ده المحافظ اداها كشك وعايشة مستورة، او الكشك اللي هناك ده. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. ازازة كازوز يا ام فتحي. هات. اوعى ايدك. حاضر. يلزم خدمة؟ في حاجة يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو اتسمر كده ليه؟ في حاجة يا عم؟ فكراني يا ام فتحي، انا مدبولي. مدبولي؟ ايوه مدبولي، ابو محمد وسعاد. مش معقول. ازيك يا مدبولي؟ لا طبعا نظر. ازيك؟ عاش من شافك يا مدبولي. تعال تعال. ازيك يا اخوي؟ اقعد اقعد يا مدبولي. ازيك انت يا ام فتحي؟ اقعد. روح دلوقتي، مش فاضيه. صحيح، مسير الحي يتلاقى. يا سلام، والله زمان يا مدبولي. الدنيا اتغيرت يا ام فتحي. زينب فين؟ والعيال وامي؟ زينب تايش انت. ماتت؟ انا كنت حاسس. الله يرحمها، لو غرقانه في دمها في الحمام. حمام؟ اي حمام؟ حمام السرايا. ما قلت لها ما تطلعهوش. ايه، وقعت وهي بتستحمى؟ والله يا مدبولي ما حد عارف. ماتت وسرها معاها. امك ما استحملتش، هي والواد حسين اللي كان لسه بيرضع يا ضناي. والعيال وسعاد ومحمد؟ طب وسعاد ودوها فين؟ فتح ابني كان بيشوف محمد، بيقولوا خدوه في بيت الباشا ربوه. وسعاد اشتغلت خدامة وانقطعت اخبارها عني من زمان. ما تعرفيش حد من اللي اشتغلت عندهم؟ دي حاجة بقالها زمان. هي كانت اشتغلت عند واحد خواجة اسمه ارتين، صاحب ورشة في عبدين. الله، انت رايح فين؟ اقعد ازاي واسيب ولادي؟ يا راجل انت تعبان، اقعد استريح ولا اطلع عندي فوق في البيت. لا مدبولي، يا مدبولي. علبة بالموت صغيرة يا ام فتحي. سعاد، ياه دي حاجة من زمان قوي. والله انا كنت بعملها زي بنتي تمام. ما تعرفش راحت فين؟
اتلم عليها ولاد الحرام المخدماتية وخلوها تشتغل عند ناس أغنية وخرجت. يا دي من زمان أوي، هو الواحد بقى يفتكر حاجة أبدا؟ اسمع اسمع، في آخر الشارع ده واحد مكواجي اسمه حسين، اسأله يعرفها. أنا يعرف إنه بيشغل بنات كتير في بيوت الحتة. أنت يخسر حاجة؟ حاضر فوزية، اركب. متشكر. قلت لي اسمها ايه؟ سعاد، سعاد مدبولي. سعاد 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 سعاد، ايوه 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 افتكرت. دي بنت لعبيه مش بتاعه شغل، بقالي اكتر من 10 سنين ما شفتهاش. ما تعرفش راحت فين؟ وانا كنت ولي امرها ولا ابوها؟ هشوف مين ولا مين ولا. رايح فين يا اخينا؟ عاوز اقابله. تقابل مين؟ محسن بيه. مش موجود. اتفضل. هستناه. تستنى مين يا عم؟ اعمل معروف روح لحالك. مش منقول من هنا. ما تخلينيش اغلط معاك، انت راجل كبير قد ابويا. يلا. وانت عايز محسن بيه ليه؟ لو عاوز حسنه روح له البار اللي بيسهر فيه. وفين البار ده؟ انا عارف انهي داهيه، انا بشوفه جاي شايلينه وبسمع انه سهران في البار. من فضلك الباش مهندس موجود. باش مهندس؟ باش مهندس مين؟ سيد البرنس. آه سيد ابني ده في الشغل. ما تعرفيش هيرجع امتى؟ ده بيرجع على وش الصبح يا دنايا. طب ممكن تديني عنوان الشغل؟ دي يا واحدة اجيب لك العنوان. مكتوب فيه العنوان ونمرة التليفون. في واحد عايز سيادتك بره. واحد عايز سيادتي وانا معرفوش؟ ايوه. ما سالتوش عايز ايه؟ مين؟ عمي مدبولي. اهلا اهلا مدبولي. اهلا اهلا الحمد لله. الحمد لله على السلامه مدبولي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله زي ما انت شايف اهو. بذمتك مش هنا احسن من سويسرا؟ سويسرا؟ سويسرا سويسرا اللي كنا فيها سوا. جنيف يا مدبولي. جنيف يا راجل. اهلا 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 اهلا. في حاجه؟ عايز حاجه؟ لا يا فندم. اتفضل انت. اهلا 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 يا مدبولي. اهلا اهلا ازي الصحه يا مدبولي؟ انت وحشتني قوي. انت تؤمر يا مدبولي. عايز فلوس يا مدبولي؟ لا متشكر الحمد لله معايا. معاك منين يا مدبولي؟ ما انا عارف البير وغطاه مدبولي. ما انت عارف كانوا بيدينا 5 ساغ عن كل يوم شغل في الورشة. ودي تبقى فلوس يا مدبولي. تجيلك منين الفلوس؟ انت معاك فلوس؟ ما انا عارف. الحمد لله الحمد لله. ايه ده مدبولي ده؟ ايه اللي انت شايله ده؟ دي الهدوم اللي خرجت بيها من السجن. سجن ايه يا وشايلها ليه؟ بتتفاعل بيها؟ اتبهدلت كتير بهدوم القديمة. اركب اتوبيس الناس تخاف تقعد جنبي. اضطريت اشتري البدلة دي من سوق الكانتو. سيبها لي سيبها لي. دي خساره ترميها في النيل لا توسخه. دي لازم تعملها. والله زمان يا مدبولي. فاكر عنبر نمره 5 اللي في سويسرا؟ لكن انت مش قلت لنا انك مهندس. اهي كلها هندسه يا سي مدبولي. مهندس لطافه. اسمع انا الليله دي هخليك تنسى نفسك. هاخدك معايا على الجنة. لا انا كنت عاوزك تشوف لي اي شغلانة اقدر اعيش منها. شغل ايه يا راجل؟ شوف نفسك الاول. عيش اليومين اللي فاضلين لك في الدنيا.
تعال خد لك كاسين معايا. الله يخليك، اخدمني في الشغلانة دي أهم من كل حاجة. من عناية، من عناية يا مدبولي. بقولك ايه يا مدبولي؟ ايوه. انت عايش فين دلوقتي؟ الناس الطيبين لسه موجودين. طيب يبقى خلينا نشوفك بقى، مع السلامة. قول لي، ده انتوا بتتعبوا قوي. عمك مدبولي صحي وبيشرب الشاي، غلبان اتهد حيله من صباحية ربنا وهو بيلف بيدور على بنته سعاد. وهلاقيها فين؟ ده اخوها ما يعرفش عنها حاجة. غلبان، الراجل كبر وهمومه كبرت معاه، صعبان عليا قوي يا ابني. قوم يا ابني، قوم معايا، سلم عليه ووصيب كلمتين. حاضر. قوم قوم يا حبيبي. مساء الخير يا عم مدبولي. اهلا وسهلا فتحي ابني. فتحي ما شاء الله. اهلا يا ابني، ما شاء الله، ده انت بتفكرني بابن محمد، كنتوا دايما بتلعبوا مع بعض. بتشوف محمد يا فتحي؟ لا مؤاخذه يا عم، انا لا احب اشوفه ولا اعرفه. ده كلام تقوله برضو يا فتحي؟ مش عيب يا ابني؟ مش بقول حقيقه يعني غشه. هو لا سمح الله محمد مزعلك في حاجه؟ ويزعلنا انا ليه؟ هو مزعل روحه، ده ليل نهار يشرب، ده تقريبا ساكن في البار. اعمل معروف يا ابني، تعال معايا دلني على مكانه. روح مع عمك يا فتحي، روح يا ابني. حاضر، خليك مستريح وانا اروح اجيبه لك واجي. لا مش قادر اصبر، خدني معاك. طب حاضر اتفضل. وبر ربنا ما يوفقك وتلاقي بنتك كمان يا رب. ربنا هداني على واحد كانت بتشتغل عنده، خدت عنوانه وهروح له بكره. ربنا معاك يا فتحي. ربنا معاك فتحي. استناني. امي معايا. اوعى سيب ايدي. ايه اللي جابك هنا؟ انت مالك؟ نزل رجلك وانت بتكلمني. هتلبخ ليه بقى؟ اطلع اطلع بره. تطلع مين انت الاخر؟ امي معايا. قلت لك انت مش شايفها قاعده مع مين؟ قاعده مع مين يعني؟ لا ده انت قليل ادب. قلت لك روح يا شاطر روح. اخرج بره ولا هضربك بالنار. العب بره يا شاطر. بعيد محمد. رجع المسدس مكانه. ام انتوا معروف يا بيه؟ انا هعرف بره. يلا مش بره كده. انت اللعبه اللي بتلعبها دي انت البيه. ام انتوا معروف اخرج بره يعني ايه؟ بره هو المحل عشان هو بس. معلش خاطرك ده ايه؟ ادفع الحساب يا محمد. ايه يا محسن؟ واحد زي ده يعتني عليك؟ مش صاحبك يا هانم؟ ده تلقيحه ومش عايز اشوف. معلش انا عايز اخرج. انا جاي مع سعد. لا خليك يا محمد. ما تخرجش لوحدك. انا عازمهم وعايزهم كلهم ينبسطوا، وعايزك انت كمان تفرفش. اوكي يا سير. فوتي. للدرجه دي بتحب محسن؟ ده خيره عليا، هو اللي مربيني. تقوم تودي نفسك في داهيه عشانه؟ امال عايزين نسيب واحد تافه زي ده يعاكنا على محسن بيه؟ بس بس، طب اطلب لنا ويسكي بقى. كفايه كده. نعم، انت هتدفع حاجه من جيبك، ما هو والدات. انت هتلبخ انت كمان؟ بس يا بيت، لحسن بعدين يطلع لك المسدس. اتفضل. وهعرفه ازاي؟ اسال عليك جرسون. طب ممكن تخش معايا؟ ما اقدرش انا لابس كده. طب شاور لي عليه. اهو اللي واقف هناك على البار مع البنات. طبعا اذنك انا بقى يا عم، احسن حد يشوفني واقف هنا. يلزم اي خدمه؟ اندهلي اسم محمد من فضلك. الشاب الحلو اللي واقف هناك ده هو محمد بيه؟ استنى بره. بره فين ده؟ انا دخت على ما لقيته. تعالى ريخ. فين؟ استنى بره بره. اعمل معروف. بقول لك استنى بره. الراجل ده بيبص لي كده ليه؟ لازم معجب. انا رحمتي له خبر.
اندهله بس، ده وحشني قوي وهيفرح لما يشوفني. تعرفي ان في شبه كبير من المرحوم ابويا؟ انت مش بتقولي ان ابوك مات؟ ايوه، محسن بيه قال انه مات وهو مسافر. يا اخويا يخلق مش شبه ربعي. عايز بقول لك استناه بره. يلا بينا. يلا يلا يا لوسي الحقوا ده. ماشي ماشي. اتفضل 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 يمشي. يلا. وراحت فين؟ الاولاد شافوا صورتها في المجلات. صورتها ليه؟ سرقت حاجه؟ اشتغلت رقاصه وسمت نفسها بنوره. بنوره. مدولي اهلا مدولي، والله ابن حلال لقيت لك شغلانه، جيت في وقتك. ما تقعد يا مدبولي، اقعد. تعرف واحده رقاصه اسمها بنوره؟ بنوره. بنوره يا ابني الايه؟ وتعرفها منين دي؟ دي دلع ولعب وشغاله على ودنه. شغاله؟ شغاله فين؟ فين؟ في الحته اللي اختارها الزبون. الله، بس دي قطعه قوي يا مدبولي. هو انت قدها؟ ده انت داهي على فكره. بنوره يا راجل. اعمل معروف. ايوه يا عم، ما انت محروم السنين دي كلها، بس دي صغير عليك يا راجل. ده انت ابتديت قوي يا مدولي. طب قول واحده تانية يا راجل غير بنوره. ها؟ هي فين دلوقتي؟ تعال تعال معايا، ليلتك انس. لا افرض طولك، ده انت رايح لبنوره. يا مفتري. يا ما تحت السواهي دواهي. يا للحبايب
تخافش دي منورة يا مفتري. اسمك ايه؟ اي اسم يعجبك بس قوم. اسمك الحقيقي؟ سعاد. يعجب؟ لازم كنت بتحب واحدة اسمها سعاد. ولا ايام تعال وانا هنسيها لك. لا انا هروح للمعلمة خليها تشوف لها صرفة في الموضوع ده. انما صنفك ده ما وردش عليا ابدا. ممكن تيجي معايا؟ اجي معاك فين؟ في البيت. اه ما بتحبش تغير مطرح؟ قول للمعلم. ولو ان ده هيكلفك كتير وانت شكلك كده. ايه ده؟ ايه ده كله؟ امال مش باين عليك ليه؟ بس ده كتير. خد خد دول. ها؟ على كيفك. يا نخليتين في العنالي. مات يلا. غير ابويا وسابنا، ما حد عارف عايش ولا ميت، ولا اتجوز واحدة تانية غير امي. الله يرحمها. مسكينة، انتحرت عشان تحافظ على شرفها. انتحرت؟ انتحرت لان ابن الباشا خطف شرفها. ابن الباشا؟ ابن الباشا مين؟ محسن؟ اي. وبنتها دلوقتي بتبيع شرفها. محسن ابن الباشا هو السبب؟ منه لله. مش قادرة انسى اليوم ده. كنت عيلة صغيرة، كنت فاهمة انه بيضربها. فضلت يوميها اصرخ واصوت واصرخ واصوت. ولما كبرت عرفت الحقيقه، عرفت امي انتحرت ليه. نفسي اشوف في يوم لو كان عايش. لكن انا ايه اللي فكرني باليام المهببه دي؟ وانت ذنبك ايه علشان اوجع لك راسك؟ قوم يا عم قوم. قوم، ده انت دافع فلوس وعاوز تنبسط، مش اشيلك همومي. وانت باين عليك كلك هموم. يا نخلتين في العنالي يا بلاح حمدة. و الله مش عارفه ليه ارتحت لك وفتحت لك قلبي. يمكن صعبت علي. مش كنت توفر القرشين اللي دفعتهم للمعلمه؟ ده انت باين عليك غلبان. الظاهر ان انا اللي هديك فلوس. بقول لك ايه، تجيش اتبناك؟ ما تشالله يا عم، خليني اروح شغلي احسن بعدين يرفدوني. شغلني عندك فترة فات؟ يا ريت. والنبي ده انا نفسي ارتاح. لكن ده انت عايز اللي يساعدك. قوم يا عم قوم قوم قوم. اسمع مول، انا لطشت 10 جنيه من الفلوس اللي انت دفعتها للمعلمة، تاخدهاش وتروح. يا نخلتين في العنالي يا بلاحهم دهوة. يا عم هديت حيلي، انت ساكن في اخر الدنيا والصح كمان. يا راجل، في حد في حالتك دي وعيشتك دي ويروح الجنة؟ والفلوس اللي انت دفعتها دي جبتها منين؟ تكونش سارقها؟ انت زعلت؟ يقطعني. معلش انا زي بنتك، اصلك صعبان علي. عن اذنك دقيقة واحدة. يا راجل خلصني بقى. يا رب يا رب توب عليا بقى من الشغلانة المهببة دي. Thank you.
لك يا مدبول. الحقيقة يا ام فتحي مخي هيشد. هيشد؟ تعال تعال. في ايه؟ مالك يا مدبولي؟ مدبولي في ايه؟ مدبولي مش عارف اعمل ايه؟ اقتلها ولا موت نفسي؟ هي مين؟ بتبيع نفسها، بتبيع شرفها. هي مين يا مدبول؟ سعاد بنتي. يا لهوي، بتبيع شرفها؟ انت بتقول هي مدبول؟ شفتها بعينيا، شفتها بعينيا. انا لازم اغسل عربي ايدي، لازم اشوف دمها سايح قدامي. تعالى هنا، دي كانت عيلة صغيرة، هي ذنبها ايه؟ حرام عليك، الله يجازي اللي كان السبب. انا السبب، بعت نفسي عشان الفلوس، لكن ما هو عشانهم ما كناش لاقيين ناكل يا ام فتحي، ما كناش لاقيين اللقمة. محدش بيموت من الجوع. يا ريتك يا شيخ كنت شرطة علي. دي لغاية دلوقتي ما تعرفش ان ابوها. انا هقول لها؟ لا مش دلوقتي، لحسن تهرب. تفتكر اني هقتلها عشان شفتها وهي بتشتغل؟ انا هسيبها عندك لغاية ما اصفي حسابي وانتقم من اللي كان السبب. وترمي نفسك تاني في السجن؟ احنا ما صدقنا انك خرجت ولقينا البين. فكر بعقل، فكر بعقل. اهدى واغذي الشيطان يا مدبولي. روح روح جيب محمد اخوها ولمهم على بعض. روح. عندك حق، عندك حق يا ام فتحي. اوعى تسيبيها تمشي. لا اعملي كل طريقه تحشيها لغايه ما ارجع. سعاد امانه في رقبتك. بعناية الاثنين. اتفضل يا بيه. دكتور كويس؟ بطال بس وسع لي هنا شويه. تطمر. وداري لي الخرش بقى ده. حاضر تطمر. وريني البدله على بعضها. حاضر. هاتي. مبروك يا محسن بيه. شيك قوي. الله يبارك فيك. اسمع يا فؤاد. افنن. فصل له بدلتين. تحت امرك. خليه يختار القماش بنفسه. حاضر. ميرسي يا محسن بيه. طول عمرك خيرك عليا. بس بس بطل همبكه وقول لي. ساره فين؟ في برتيتا عند ثانيه هانم وبعدين عند سوسن موجوده هناك؟ مستنيانا في البار. طب اسبقني انت. هوصل للمحامي بتاعي واحصلكوا على طول. اوكي سير. وانت مش لاقي حته تلقى فيها جديتك الا هنا؟ فين محسن بيه؟ محسن بيه مش هنا. هستناه. الراجل ده جه تاني؟ مين ده؟ ده باين عليه واحد شحات. هنا ما تستناهوش، كمان محسن بيه مش جاي هنا للاقي، هو راح يسهر في البيت. في البيت؟ ايوه في البيت، علشان كده مش عاوزين نشوف خلية خضرتك هنا تاني. يلا. في ويسكي كفايه يا محمد. نجيب كمان. طب يبقى جرش العربيه، انا هتصل بسوسن والشله يجي يسهروا معاك. انا تعبان شويه وعايز استريح. اوكي سير.
أهلا. بولي باشا لو كان عايش.